دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى إيجاد معالجة سريعة لقضية المياه في محافظة البصرة. وقال المالكي في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي: لقد طالت وتعمقت أزمة الخدمات في البصرة، لذلك أدعو وزارة خلية الأزمة إلى التوجه للبصرة والوقوف عن كثب على معاناتها واتخاذ العلاجات اللازمة. كما دعا المالكي وزارة المالية إلى إطلاق التخصيصات اللازمة لحل أزمة مياه الشرب فورا وتحسين الكهرباء والتعجيل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين عبر حلول عملية عاجلة وباستخدام أقصى الجهد والإمكانات.